A small circular ring is inside a larger loop that is connected to a battery and a switch in figure, اللي هو السويتش ده. We'll use Lenz law to find the direction of the current induced in the small ring just after S is closed. مرة ومرة after S has been closed a long time ومرة just after S has been reopened after it was closed for a long time. عندنا يعني A و B و C والتلاتة أقدر أقول عليهم according to Lenz law induced current opposes بيعارض the change it causes it. فعايزين تيار يعاكس التغيير اللي أحدثه. لو السويتش اتقفل هيجيب تيار كده، فالتيار هيعمل ماجنتيك فيلد البر، فاحنا عايزين نعمل العكس. فالانديوزد لازم يكون كده بحيث يعمل بي انسايد، ده الانديوزد كارنت وده البتري كارنت. البتري كارنت عكس عقارب الساعة فبيجيب لي ماجنتيك فيلد لبره الصفحة. عايزين العكس، الانديوزد كارنت في اللوب السمول لوب يكون مع عقارب الساعة بحيث ينتج لي ماجنتيك فيلد لجوه. في البارت بي بيقول لي after S has been closed a long time يعني no change in phi، الاريا ثابتة والبي ثابت وبالتالي no induced current. العكس بقى، S reopened اتفتح فكده البي is decreasing، يبقى احنا عايزين I الانديوزد يعني should increase ال B عشان تزوده. هو في الاصل الماجنتيك فيلد كان لبره، احنا عايزين بقى دلوقتي عمال يقل عايزين حاجة تزوده، فنفس الشيء يكون ال I اللي هو الانديوزد اي داش كده بحيث ينتج لي بي داش لبره وبالتالي يكون كانتر كلوكوايز. فلما يكون كانتر كلوكوايز هيجيب لي بي لبره يقاوم التغيير اللي احدثه اللي هو ايه، ان هو البي عمال يقل. ليه بيقل؟ لان السويتش اتفتح فالتيار اللي كان ماشي وبينتج لي بي لبره بدا يقل، فلما بيقل احنا عايزين بقى حاجه تزوده، فيبقى الاتجاه هنا للتيار نفس عقارب الساعة عكس عقارب الساعة بحيث ينتج لي بي داش يزود البي اللي عمال يقل.